تكتب شنية نسبة الماء اللي تمشي للفلاحة، شنية نسبة الماء من المجموعة اللي عنا في سدودنا مثلا للصناعة وللاستهلاك أيضا في عائلاتنا. ضياء الدين الكريفي، صباح الخير، واليوم أنت في الإدارة العامة للسدود. أي نعم، صباح النور، تحياتي لك سيد حبيب الجرام، تحياتي لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. إذا أنا في وزارة الفلاحة طويكة ومش نحكيه في الموضوع، دونك فقرة ضياء في الميدان. الفكرة كيفاش بدات في الحديث؟ أنا صادف وقابلت وزير الفلاحة في نهاية الأسبوع الماضي في إطار حملة نظافة في حديقة بلفيدير. نعم. تناسموا عليها ديجا معناتها ما تخرج تطلع على حديقة بلفيدير، المواطنين يسمعوا فينا ثم خدمة تاع 6 شهور باش تخدم في 3 شهور، وهذا ما أكدوا لي وزير الفلاحة. استغليت الفرصة وقتها باش نحكي مع وزير الفلاحة، حبيت نحكي مع الطقس على الأسعار وكذا، لأنه الفت انتباهي المقطع هذا، وهذا موجود ديجا في صفحة الإذاعة الوطنية في التيك توك تاع الإذاعة الوطنية وشان يوتيوب الإذاعة الوطنية، مقطع نسمعوه. كيف خليني ساعة نوضح نقطة هامة. مستوى المياه الصابة نتاعنا قداش كانت؟ كانت 0.3 مليون طن من القمح الصلب، اللي هو من المفروض تكون بين 1.2 و1.5 مليون طن. خليني ساعة نوضح نقطة هامة جدا. وين هو التغير المناخ؟ مازال بعيد؟ احنا في صلب الموضوع. مثال بسيط جدا، انه عم ناول في جويليا درجة الحرارة فاتت 50 في الشمال التونسي. في الوقت ذاك صاروا فيه العديد من الحرائق. في الوقت ذاك هو بيدو في النهار خسرنا 950 ألف متر مكعب من المياه. العلم إيش يقول؟ خاطر الفلاحة علم توا. العلم يقول أنه تغير المناخ شنية الخاصيات متاعه؟ خاصيات متاعه أولا ارتفاع درجات الحرارة، تواتر سنوات الجفاف. إلا أنه مش تجي مطر ولا ما تجيش؟ مش تجي مطر، أما المطر اللي باش تجي كما جات في عدة مناطق في العالم، مش تجي بزوابع قوية بأمطار كبيرة في وقت وجيز. إيه احنا وقتها شنو اللي نعمله؟ مو في بالك انت يلزم تكون حاضر. احنا تو في العمل الوقائي، نحن توا في العمل الوقائي كما قال السيد الوزير. اي نعم، وهذاك الشيء اللي نحبوا نعرفوا احنا اليوم. دونك انا سعيد جدا اني موجود في الاداره العامه للسدود والاشغال المائيه الكبرى بجنبي سي فايز مسالم السيد المدير العام. صباح النور سيدي. نهارك طيب وسعيد انت وكافه المستمعين. الف شكر. قبل كل شيء زاد في نفس السياق، ان المواطنين حابين نعرفوا هل انهم يعرفوا التغير المناخ ولا لا. سي الحبيب كان تلاحظ في الويكاند اللي فات صباح بكري امطر ودنيا في الليل بارده، ولكن في نص النهار قايله سخونه على الاخر والارض شايحه. دونك المواطن عموما عايش في وسط التغير المناخي وما في بالوش. صحيح، ثم يعني تناقضات في الطقس. اي نعم، نسمع المواطن ونسمع الفلاحين. شحكيت مع فصول في اليوم، اربع فصول في اليوم في فيزيكولي، نسمع المواطنين. بالنسبة لتوا ريت ما عادش تفهم الطقس، توا كيما اليوم الصباح مطر بسم الله ما شاء الله، نص النهار بالضبط تقلب الطقس ولا تسخانة ما نحكيلكش. توا ما عادش كيما قبل الصيف صيف وربيع ربيع والخريف خريف وشتاء شتاء، توا عادي تشوف أربع فصول في النهار معناتها ريت. ولينا نشوفوا السخانة كبيرة مش في وقتها، ولينا نشوفوا أمطار زادة كيف كيف مش في وقتها تصب، وتغير المناخي هذا نتيجة الاحتباس الحراري اللي تشهد فيه الكرة الأرضية بصفة عامة، وهذا نتيجة التدفق الكبير نتاع ثاني أكسيد الكربون اللي جاي سيرتو من وسائل النقل. المطر مش ما صبتش، لكن الفترات اللي تصب فيها المطر هي فترات متالية وبكميات هامة، لكن الأرض متاعنا توا شايحة. وشنو سبب؟ أكيد هو هالتغير المناخي هذايا، هي ظاهرة جديدة تمر بها بلادنا السنة، لاحظناها على الأراضي متاعنا، على كميات المياه في السدود، على الفلاحة، على حتى نوعية الخضروات والغلال. ولينا عام جي مطر وثلاثة واربع سنين ما فماش، وهذا بالطبيعة باش يأثر على الفلاحة السقوية والبعلية اللي مربوطة بالسدود والبحيرات الجبلية، وأزمة كبيرة في الخضروات، هذا اللي ساهم في ارتفاع الأسعار. وزيد ولينا نشوفه في الماء ديما يقص علينا في الصيف في الشتاء ولا يصب كمية كبيرة في مدة زمنية قصيرة، سبب هذا في الانجرافات واللي خلى التربة ما تمتصش المياه هذيك اللي جات في مدة زمنية قصيرة وبكمية كبيرة، ما تصبش بالشهر وبالشهرين، وليت التربة جافة وما عادش تنبت برشا أنواع من النباتات وبرشا أنواع من الزراعات الكبرى ولا تتأثر بها. بالنسبة للفلاحة في بلادنا مربوطة بالمخزون الماء، مربوطة بالمطر، ما صبتش مطر ما ثماش فلاحة، خاصة الزراعات الكبرى ما ثماش فلاحة، ما ثماش أمن غذائي، ثماش ثروة حيوانية. وكم تشوفوا تو العلاف غلى، علاش؟ لخاطر الجفاف، عنده 5 ولا 6 سنوات جفاف، طول الأزمة تاع الجفاف هذه طول. بالنسبة للسدود والبحيرات الجبلية قلص المخزون المائي فيها، تقلص برشا إذا كان ما شحتش، وهذا مربوط بالأراضي السقوية، الأراضي السقوية انعدمت والعيون. دونك هذوما فلاحة كنت نحكي معهم سي الحبيب، زاد باش نفهموا الوضع.
التغير المناخي شنو يأثر على بلدان شمال افريقيا كيما تونس كيما الجزائر وكيف ما المغرب. في بحثي البارح في المقارنة معناتها حبيت نقارن بالوضعية المائية نتاعنا وسيفي زوجان بنجم يأكد ولا المغرب عندها 150 سد، الجزائر عندها 90 سد، وتونس عندها 37 سد. في المغرب ثم سد اسمه سد المسيرة طاقة الاستيعاب نتاعو 2.7 مليار مليار متر كوب، اللي احنا في تونس الكل كي تلم سدودنا الكل جو 2.3. اوكي دونك الف شكر سي فايز، بونجور من جديد، سعيد جدا اني نشوف المعلومات هكا نتاع السدود وطاقة الاستيعاب وحتى في الحوض الابيض المتوسط معناها متقاسمة ولا تشاعل عام. بصحة سيدي شكرا. وزاد في نفس الوقت سي الحبيب والمواطنين اللي يسمعوا فينا عندنا موقع في الانترنت اوناغري .net.ir اللي هو لوبسيرفاتوار ناسيونال دو لاكريكولتور ينجم الوطني للفلاحة يوميا يوميا نبط الوضعية المائية لكافة السدود كل صباح السحوبات الإيرادات التبخر يوميا يوميا. أنا اليوم بيخلنا نسأل سؤال المخزون الحالي اليوم اليوم 20 ماي 2024. اليوم احنا عندنا في 37 سد المستغلة الموجودين عندنا اليوم 790 مليون متر كوب مخزن، أي بطاقة تعبئة 34.2%. سدود الشمال، سدود الشمال اليوم أكثر عدد دونك عندنا فيهم 740 مليون متر كوب، أي بطاقة تعبئة 41.1%. هذه هي لليوم، اليوم الساعة 7 صباحا. الوضعية في تونس نجم نطمئن ولا ما نطمئنوش ولا فما ريسك كبير علينا معناتها كما نقول؟ نبدو واضحين في عملية الوضعية المائية بهذه السدود. احنا توا خرجنا من الفترة نتاع الأكثر احتمالا نتاع الإيرادات، احنا توا اليوم 20 ماي دخلنا في الفترة الصيفية، فترة الصعوبات أكثر منها من السدود، ولكن كي نقارنوها توا نعمل شوية مقارنات، مقارنة بالسنة الفارطة، السنة هذه معناها كانت أقل حدة، دونك استقبلنا 635 مليون متر كوب إلى هذا التاريخ، مقارنة بالسنة الفارطة ما استقبلنا إلى 400 مليون. وهذا ما ننساوش واحنا في اطار التغيرات المناخيه، معناها تونس صحيح حاشت جفاف، صحيح حاشت نقص في الايرادات، صحيح حاشت فترات حجز في الايرادات، ولكن الخاصيه الاخيره الحده نتاع الايرادات هي تتالي اربع سنوات متتاليه فيها عجز، معناها ما استقبلنا الا منذ سنة 2019 اللي هي السنة من ارتفاع الفيضانات استقبلنا معناها أكثر من المعدل بقليل معدل الإيرادات الأربع سنوات المتتالية، والخريف الخامس معناها نستقبله كان في الثلث باش نسهل ولا الثلث وأقل مشطر سنويا في مياه. بالنسبة لتويكا قد عنا سدود في طور الإنجاز، تم توسيع الأسبوع الفارط سد بو هرتمة تم تدشين من الانتهاء من أشغال تعلية سد بو هرتمة بإضافة طاقة استيعاب 33 مليون متر كوب إضافية لهذا السد المحوري معنا في منطقة نسبية سخية بالأمطار وفي البسام، وعندنا أربع حظائر حاليا في طور الأشغال في تشير بخونا سدود جدد منهم سد ضخم معنا في تعويض سد ملاك نبر دونك ملاك العلوي بطاقة استيعاب 200 مليون متر كوب، وعندنا زوج سدود خزان اللي هي داخل في المنظومة المائية للماء صالح للشراب دونك خزان في الصعيدة وخزان في القلعة، وعندنا سد حظيرة سد أيضا معناها في هذه السنة بحول الله ننتهي منه معناها في بتقدم أشغال معناها 98% في السد التونسي ولاية نزرت، وهذا معناها وعقدنا صفقة لإنجاز حاليا سد في على واد خلاد سد صغير معناها 30 مليون متر كوب في ولاية باجة، والآن في الجرايد معناها أعلنا على طلب عروض لإنجاز سد الرغاي على واد الرغاي أحد روافد مجردة في ولاية جندوبة. حاجة باهية أنه ورثنا منظومة من عند السبعينات منظومة السدود أنها تربط السدود ما بين بعضها، هذه مفخرة من مفخر الإنجازات التونسية والأجيال السابقة لنا الحمد لله، هي هذيك هي
وقت نقولوا صمود المنظومات المائيه ونسبه صمودها لا ريزيليونس دي سيستيم دو باش نزيد نوضح النقطه هذه. ما احنا عندنا 37 سد في تونس مقارنه بالمغرب اللي فيها 150 سد، الان السدود نتاعنا مربوطه ببعضها وزيد تو باش يولوا 41 قلت لي اربع سدود ان شاء الله. دونك هذا نجم نقولوا نطمنوا شويه ولا سافا ولا كيفاش هو قدرهم. هي دائما دونك هي احنا تو في 93 في المياه من 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 التحكم في المياه سيالات. دونك الخطه اي الخطه انا سدودكم على سدود جبليه بحيرات جبليه اشغال محافظه على المياه والتربه من تغذيه المائده هذوما كل احنا 93%. دونك باش الهدف المشاريع الجاريه الى افق سنه 2030 هما بين يوتيون كور دو بوان باش نولي 95% من التحكم في هذه المياه. قلت لي بكري يعني بالله على التغيرات المناخيه التغيرات المناخيه واللي قاله السيد الوزير الى توديلا معناها هي واقع ولم ما عادش ما عادش ما عادش نحكوا على التغيرات المناخيه ك فرضيه. احنا عايشين في وسط سوفون بلان الباين والواضح هو ارتفاع في الحراره ونقص في كميات الامطار وعندهم في هل معنى ذلك انه في المغرب عندهم كميات امطار تتساقط اكثر منا؟ المعلومه اللي عندي انا انه سد مسيره مثلا اللي جبت اللي قلت عليه كان في 2013 100% معبي في 2023 1% معناتها في حساب سي رحيل الجرام المغرب لا حتى هما في وضعيه حرجه معناها هما عاشوا خمس سنوات جفاف ايضا حتى هما يسبون بلان في اللي بسبب ارتفاع الاسعار والخضره والنقص خاصه نقص الموارد وما عندهمش الامكانيه ولا نتاع السوكليات هذه نتاع السهوله ربطها من المياه. احنا في 2019 وقت اللي جات السنه الصغيره احنا كملنا شهر جوان معناها بفضل التحويلات من سد الى سد انتهينا في شهر جوان كل سدود الشمال معبية. معنا حولنا من السد الاكثر امتلاء الى السد الاقل امتلاء واضح نعم معدلنا نعم واضح في العبيد. دونك ان شاء الله يكونوا جوابنا درجات الحراره هامه جدا. احنا تو السيد الوزير يقول لكم هذاك عملوه في جويليا وصلنا بلغنا معناها ذروه معناها ركور نتاع تبخر في المياه السطحيه 950 الف نهار 950 الف في يوم واحد وقت اللي جات 50 درجه في شمال تونس. احنا في المعدل تو حاليا في 230 270 الف تبخر واقع عادي جدا عادي جدا ولكن باش نوصل 900 الف في يوم وهذاك كان معناها يوم كبير. نعم دونك سي الحبيب نصور المواطن يفهم الوضع اللي احنا فيه تويكا مرحله خطر بالحق خطر المطر تصب في الصباح في الليل دنيا بارده في النهار ضغط شاحنه بزوابع قويه والناس تغرق ومن بعد يصب مثلا هلا اللي دي موديل تاع لي شونجمون كيماتيك تاع الانحباس الحراري الى اخره تاع الموديل توندونس اللي هو معناها تاع دي زوبسيرفاسيون من 1900 اللي يقول معناها باش تزيد كان 5 ولكن الار سي بي 4.5 هذايا اللي هو معناها باعتماد كل الاحتياطات اللي تاخذها البلدان في انبعاث الغاز كيف نزيد 2.1 درجه في منطقه البحر الابيض المتوسط اش معناها؟ معناها في تونس نابل الطقس هيولي كيما قبل. نعم واضح شكرا نعم الشكر سي الحبيب وشكرا لك شكرا ضياء الدين الكليفي يعطيك الصحة وشكرا لإدارة العامة للسدود والأشغال المائية. بهذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج يوم سعيد ل 20 ماي 2024 في الإعداد رانيا بوتوريا في تقديم الفقرات حسام الدين الهمامي وكنا مع ضياء الدين الكريفي في الإخراج الفني ألفة بشير في الإخراج المرئي فاروق الزارعي في التنسيق عبد اللطيف الصيد بالقاعة الفنية المركزية لسعد شبيل. غدا الثلاثاء يوم سعيد مع نبيل عبيد ونلتقي مجددا يوم الأربعاء يعني بعد غدوة مع تحيات حبيب جغام.